بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فوائد العنب. يؤكد الباحثون أن العنب فيه فوائد طبية كثيرة، فهو غذاء وعلاج. أيضا في قشور العنب وبذوره تقي من تسوس الأسنان وتقي من بكتيريا الفم لاحتواء على مادة بول فينول. كما أن عصير العنب يقي القلب من الاضطرابات ونشط الذاكرة ونشط الكبد، بل أن قشر العنب يقضي على أمراض السرطانية، حيث أوراق العنب فهي غنية بالفيتامينات والمعادن. صراحة ما نقول سبحان الله. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، سورة ياسين آية 34. هذا دليل على أن العنب مفيد جدا، والله أعلم.